السلامة مرحبا بكم اسمحوا لي باش نقدم لكم روحي معكم حسني بن طيب استاذ في مادة التصرف وباش نكون معكم في بلاتفورم لسينا في مجموعة من الحصص المسجلة والمباشرة باش نقدم لكم فيها برنامج السنة الثالثة برنامج السنة الثالثة متكون من ستة محاور لو شابيتر الاولاني هو لو موديل ديفالواسيون كونسوليداسيون اللي باش يكون رابيل للدوزيام اني les cinq chapitres l'ochrin li bish nkemlo m'ahom zayda fel 4eme annee homa les cinq fonctions de l'entreprise la fonction de l'approvisionnement ou m'em ba 3 la fonction de la production la fonction commerciale la fonction des ressources humaines ou bish nkhmou bel fameux chapitre li howa la fonction financière donc qui ma ta3rfou ness el koul le 3eme annee hiya bak ghir rba3 ma3naha li bish nqrawou hasna bish ma nqaw sou'oubat fel sana raba دونك euh, سمسوا رواحكم من توا باش تقراو اجو باش تفهموا الحاجات اللي قاعدين تقراو فيها ما نحفظوش جيستيون عمرها ما كانت تحفظها عمري ما نحفظ لي فورمول ونحب نطبقهم في الدوار ونقول شبيني ما خديتش اون نوت على خاطر الجيستيون عمرها ما كانت ابليكاسيون ديريكت نتاع كو دونك يلزمك تقرا مليح لي تفهم شنو اللي مطلوب منك بعد ما تفهم القواعد نتاعك تطبقهم و tu proposes دي solutions حسب لو كا وحسب ليكزرسيس دونك نتقابلوا مع بعضنا إن شاء الله في أولى الحصص متاعنا ومن هنا لك الوقت نقولكم ردوا بالكم على أرواحكم وربي معكم